والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أحبي جنابنا الشريف أفراد أسرة العلامة المرحوم مصطفى النجار عضو المجلس العلمي الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد علمنا ببالغ التأثر بالنبأ المحزن بوفاة العالم العلامة المرحوم مصطفى النجار الذي لبى داعي ربه شمولا بالمغفرة والرضوان، صادقا فيه قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبهذه المناسبة الأديمة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أفراد عائلته وذويه ومحبيه وكذلك أسرته العلمية وخاصة منهم أعضاء المجلس العلمي الأعلى عن صادق تعازينا وخالص مواساتنا في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين للفقيد الكبير بأن يتغمده سبحانه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلقيه نظرة وسرورا ويجعل من تقواه وفقه وعلمه وسيلة لمرضاته تعالى وحسن جزائه بما يجازى به العلماء العاملين والأتقياء الصالحين. وإننا لنستحضر في هذه المناسبة المحزنة وبكل تقدير ما كان يتحلى به الراحل العزيز من ولاء مكين للعرش العلوي المجيد ومن تشبث راسخ بمقدسات الأمة وثوابتها وغيرة وطنية صادقة ومن أخلاق عالية ومؤهلات فقهية وعلمية وتربوية وأدبية رفيعة تجلت في كفاءته الخطابية والوعظية والإفتائية كعضو بلجنة الإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى وكخطيب بليغ على منابر الجوامع الكبرى وفي مختلف المناسبات الدينية والوطنية بمدينة سنة العريقة التي أنجبت العديد من العلماء الكبار وبسائر أنحاء المملكة. وإن نشاطركم أحزانكم في هذا الرزق الفادح مؤكدين لكم سابق عطفنا وموصولة رعايتنا، فإننا ندعو الله تعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يعوضكم عنه حسن الثواب مصداقا لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وحرر بالقصر الملكي بالدار البيضاء في يوم السبت 24 من ربيع الثاني عام 1433 الموافق للسابع عشر من مارس سنة 2012 محمد السادس فالك المغرب. الله يبارك عليك.